بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ إخوتي الأعزاء، فضلا وليس أمرا، لا تنسوا دعمنا باللايك وشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديدا مستقبلا أولا بأول إن شاء الله. بسم الله، لنبدأ على بركة الله. في هذا الفيديو أعزائنا المشاهدين، سأشارككم تشكيلتين للمنتخب الوطني الجزائري، أراهما الأنسب والأجدر لكي يعتمدهما الكوتش جمال بالماضي في قادم مواعيد الفيفا، لما لا في كان كوت ديفوار 2024. بالنسبة للتشكيلة الأولى، أراها الأنسب والأجدر للعب أمام الفرق التي تلعب كبلوك با أو ككتلة دفاعية وتقتنص أخطاء الخصم للعب المرتدات والكرات الهوائية. حقيقة مثل هذه المنتخبات دائما ما نواجه صعوبة في اللعب أمامها، خاصة في فتح أو زعزعة جدارها الدفاعي. وأكبر دليل على كلامي هو ما جرى في المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب الوطني التونسي الشقيق. ولهذا كحل تكتيكي للعب أمام مثل هذه المنتخبات، سأعتمد في تشكيلتي على الرسم التكتيكي 4-1-4-1 كما تشاهدون في الصورة. في حراسة المرمى مصطفى زغبة، كظهير أيسر رايان أيت نوري، كظهير أيمن يوسف عطال، كقلبي دفاع سأعتمد على اللاعبين رامي بن سبعيني واللاعب عيسى ماندي، كلاعب ارتكاز أو سنتينال اللاعب إسماعيل بن ناصر أو ياسين عدلي، كلاعبي خط وسط هجومي سأعتمد على حسام عوار وفارس شيبي أو ريان شرقي، كجناح أيمن سأعتمد على اللاعب رياض محرز، وكجناح أيسر، يعني هنا ستقولون أنها مفاجأة، سأعتمد على اللاعب أمين جويري الذي أراه أنسب في هذا المنصب، وكرأس حربة سأعتمد على اللاعب لامين غزالي. لمن لا يعرف اللاعب لامين غزالي، سأعطيكم لمحة في هذا الفيديو على هذا اللاعب، وإن شاء الله سأخصص في الفيديوهات القادمة يعني فيديو مخصص له. لكل من لا يعرف لامين غزالي، لامين غزالي هو لاعب فرانكو جزائري ذو تكوين أوروبي، هو رأس حربة عصري، حاليا يلعب في الدوري الروماني في نادي دينامو بوخارست. في هذه التشكيلة لدينا رباعي دفاع ممتاز وسريع ويحسن الخروج بالكرة، لدينا كذلك لاعب ارتكاز يحسن الخروج بالكرة وعنده جرينتا كبيرة، يعني راح يساهم أو يؤدي واجباته الدفاعية كما ينبغي. هذه التشكيلة مكنتنا من الحصول على 5 لاعبين في الهجوم بدل 3 أو 4 لاعبين، لراح يمكنونا من زعزعة الكتلة الدفاعية للخصم وفتح ثغرات. بالطبع هذا كله راح يكون بالتحركات والسرعة في أرضية الميدان وتغيير الأماكن. بالنسبة للتشكيلة الثانية، أراها الأنسب والأجدر للعب أمام الفرق التي تحسن اللعب أو تحسن لعب كرة القدم ولا تكتفي بالدفاع ولعب المرتدات والكرات الهوائية. مثلا لدينا كمثل هذه المنتخبات المنتخب النيجيري أو المنتخب السنغالي. وكحل تكتيكي فعال أمام مثل هذه المنتخبات، سأعتمد في تشكيلة الثانية على الرسم التكتيكي 4-2-1-3 كما تشاهدون في الصورة. في حراسة المرمى مصطفى زغبة، كظهير أيسر ريان أيت نوري، كظهير أيمن يوسف عطال، كقلبي دفاع رامي بن سبعيني وعيسى ماندي، ولكن هنا سأعتمد على لاعبي ارتكاز إسماعيل بن ناصر ونبيل بن طالب، وكتنشيط هجومي سأعتمد على اللاعب حسام عوار أو فارس شيبي، كجناح أيسر أمين جويري، كجناح أيمن رياض محرز، وكرأس حربة لامين غزالي. هذه التشكيلة راح تعطي حرية أكبر للأظهرة يوسف عطال وريان أيت نوري للمساهمة الهجومية، خاصة مع البروفايل تاعهم، يعني السرعة
والفنيات اللتان يمتلكانهما، وبالتالي يصبح لدينا 6 لاعبين في الهجوم. وبهذا أعزائنا المشاهدين نصل لنهاية هذا الفيديو، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى في فيديو جديد إن شاء الله. سلام عليكم.